والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مدرسة التطوير الإلكترونية، الدرس لطلاب الصف الثالث ثانوي في نظام القرارات ريد 5. عنوان الدرس حل المعادلات المتباينات اللوغاريتمية. أقدم لكم الأستاذ هادي غروي، وهو من إعداد الأستاذ منصور المانع. أتمنى يكون الصوت واضح عند الجميع، إذا كان الصوت واضح اكتبوا لي بالله رقم 1 في الدردشة، اللي ما يسمع يكتب رقم 2. نبدأ بسم الله. أولا، وهو سؤال بسيط، ماذا نعني بكلمة معادلة لوغاريتمية؟ ما رأيكم؟ المقصود بمعادلة لوغاريتمية؟ معادلة لوغاريتمية. طيب خلينا نبدأ من جديد، معادلة من الدرجة الأولى إيش نقصد فيها؟ ماذا نقصد بكلمة معادلة من الدرجة الأولى؟ أي معادلة من الدرجة الأولى؟ المقصود فيها هي معادلة متغيرها x يكون من أي درجة؟ من الدرجة الأولى. معادلة لوغاريتمية يقصد فيها هي معادلة تحتوي على عبارة لوغاريتمية. إذن على عبارة لوغاريتمية. لذلك بهذا الدرس بإذن الله تعالى سنتحدث عن معادلات اللوغاريتمية، وبعد مباشرة إن شاء الله سننتقل لدرس آخر تحدث عن متباينات اللوغاريتمية. إذا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في درسنا. بداية نعرف أن الدالة اللوغاريتمات ما هي إلا عبارة عن أسس لكن مكتوبة بصورة مختلفة شوي فعليا يعني. فإذا كان عندنا لوغاريتم x الأساس b يساوي y، فهي أيضا تكافئ تماما العبارة الأسية b أس y يساوي x. أو نستطيع أن نقول ماذا نعني بكلمة أن لوغاريتم x الأساس b يساوي x، معناها العدد الذي يرفع للأس x للأس b ويساوي x هو الواي. إذن الواي سيكون الأس في العبارة الأسية، البي هتكون الأساس، والناتج هيكون مين؟ الx. أيضا من ضمن الأشياء المهمة التي عرفناها في اللوغاريتمات هي المساواة. إذا تساوى عندنا اللوغاريتمين لهم نفس الأساس، يعني لاحظ معي الأساس b وهنا b، فإن الx والواي تكون متساوية أيضا. أيضا من الأشياء اللي تعلمناها في خصائص اللوغاريتمات اللي هي عملية الضرب، أنه إذا كان عندنا عملية ضرب داخل اللوغاريتم بين مقدارين x وy، فإننا باستطاعتنا أن نحولها إلى عملية جمع خارج اللوغاريتم، فيصير اللوغاريتم الأول زائد اللوغاريتم الثاني. وأخيرا كنا تحدثنا في درس سابق عن اللي هو لوغاريتمات القوة. بكل بساطة إذا كان عندنا عدد مرفوع لقوة داخل اللوغاريتم، فإن هذه القوة بإمكاننا أن نضعها في الأمام تضرب في اللوغاريتم من الخارج، وتصير هي عبارة عن حاصل ضرب لعدد الحقيقي اللي يمثله الأس مضروب في اللوغاريتم. شيء مهم جدا 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 قبل أن نكمل حديثنا، وهي شروط مهمة جدا على يعني لو جينا مثلا عندنا هذه اللي هي العبارة اللوغاريتمية، في شروط مهمة جدا على البي وعلى الإكس وعلى الواي. الشرط على البي أن يكون أكبر من الصفر، تمام، وفي نفس الوقت البي لا تساوي واحد، هذا شرط مهم جدا. بالنسبة للإكس، الإكس يهمنا جدا أن يكون عدد أكبر من الصفر، عدد أكبر من كم؟ من الصفر. فلذلك هذه الشرطين مهمة جدا عندما نحل بإذن الله تعالى معادلات لوغاريتمية. مثال، خلنا نأخذ أدب أول مثال مطلوب منا في هذا الدرس طبعا بإذن الله تعالى، هو حل معادلة باستعمال تعريف اللوغاريتم اللي أخذناه في البداية، وأيضا حل معادلات باستعمال خاصية الضرب في اللوغاريتمات. إذن هذه الهدفين، الهدف الأول وهذا الهدف الثاني. نبدأ بالهدف الأول. مباشرة سنحل معادلة باستخدام تعريف اللوغاريتم. طلب منا حل هذه المعادلة، لوغاريتم x الأساس 36 يساوي 3 على 2. أحد عنده اقتراح لطريقة الحل؟ لاحظ معنا عندنا لوغاريتم على اليسار وعندنا عدد في اليمين. أول تفكير أفكره ممتاز، هذا تحليل 36 فكرة جيدة، لكن هذه عبارة عن معادلة، احنا ما نبغى قيمة الاكس، احنا نبغى المعادلة كاملة طبعا، يعني كم تساوي؟
الاكس داخل لوغاريتم، لو كان الاكس هنا في هذا المكان تمام ايضا صرنا نتصرف، لكن هنا ما هي مساواه بين مقدارين يعني اللوغاريتم واللوغاريتم، هنا عباره عن لوغاريتم لاحظ معي اكس الاساس 36 يساوي عدد. الفكره الافضل لعلها تكون الافضل هي تحويل هذا اللوغاريتم الى المعادله الاسيه المرافقه له. تذكروا لو كان عندنا مثلا بالصوره هذه لوغاريتم اكس للاساس بي يساوي واي، العباره الاسيه المرافقه له المكافئه له احد يقول لنا مين هيكون الاساس فيها؟ البي ولا الواي ولا الاكس؟ الاساس هتكون البي، الاس هيكون الواي، والناتج هيكون مين؟ الاكس. طيب خلينا نطبق هذا الكلام اللي هذا التعريف على معادلتنا. كيف نحل هذه المعادله بهذا الاسلوب؟ اذا نحول هذه الان المعادله الى العباره الاسيه المرافقه لها، فتصير 36 لاحظ معنا اكس تساوي 36 اس 3 على 2، الاساس صار هنا الاساس، الناتج صار هو الاس، والاكس اللي هي مين؟ الناتج. طيب الان بعد ما حولناها بهذا الشكل صارت سهله جدا، لماذا؟ لان عندنا 36 اس 3 على 2، احنا نعرف ان الاس اذا كان في المقام 2 يعني نص هو عباره عن اي جذر؟ هذا جذر هيكون، الاثنين هتكون جذر، بس اي جذر؟ نعم ايش رايكم؟ عندنا ريهام وعبد الله وريماز واحمد وميمن، اختلف علينا اي جذر؟ اذا كان النص اس يعني المقام، ما هي مشكله نعيد السؤال بطريقه مختلفه. خذ مثلا عندك A اس نص، A اس نص هي اي جذر للA؟ الجذر الثاني، شكرا يا عبد الله، اذا هي الجذر الثاني او نقول فعلا هي الجذر التربيعي، لان احنا نسمي الجذر التربيعي والجذر الثاني يصير جذرين. طيب مثال ثاني، A اس ثلث هي اي جذر للA؟ الجذر التكعيبي، ممتاز يا ريهام، ممتاز يا عبد الله، اذا هي الجذر التكعيبي للثلاثة. طيب فلذلك الآن هذه عندنا العبارة تتحول إلى الصورة التالية، 36 العدد زي ما هو 36 تمام، وبرا طبعا كويس هيكون الأس كم؟ ثلاثة. اللي جوا هنا الآن اللي هي الاثنين هذه اللي في المقام هتصير أي جذر؟ الجذر التربيعي زي ما قلنا، إذا هتكون الجذر التربيعي، الجذر التربيعي. فمعناها بكل بساطة تأخذ الجذر التربيعي لـ 36 ثم ترفع له الأس 3 يعطينا قيمة مين؟ الإكس. إذن هتصير عبارة طبعا عندنا 6 أس 2 لاحظ معي، نأخذ الجذر التربيعي لها ثم نأخذ نعطيها الأس 3 لأن 3 فوق، يصير كم؟ 216. إذن قيمة الإكس 216. وإذا أردنا أن نتحقق من هذا السؤال بكل بساطة عوض عن 216 هنا في الإكس بدل الإكس وحل الطرف الأيسر بيعطيك برضه 3 على كم؟ على 2. طيب مثال اخر، حل هذه المعادله، لوغاريتم اكس للاساس 9، لاحظ ان الاساس كم؟ 9 اس 3 على 2. ايش رايكم في هذا السؤال؟ احد يبغى يحله كذا؟ يحاول يحله معانا؟ يرفع يده. بعد لين 5، اذا ما حد رفع يده بحل لك. 1 2 3 4، طيب تفضل يا ريهام. قلم معك، تفضل يحل. ريهام بتحل المساله. لاحظ معي ما دام السؤال بهذا الشكل، ما دام السؤال بهذا الشكل اذا افضل طريقه هي تحويل هذا المقدار اللوغاريتمي الى العباره الاسيه المرافقه لها، وهذا ما فعلته ريهام، قالت 9 يساوي 3 اس 3 على 2، ممتاز ريهام، كم يساوي؟ يساوي اللي هو المجهول حقنا اللي موجود احنا داخل اللوغاريتم يساوي طبعا الاكس، ممتاز. لو سويتي بس كتبت اكس، وطبعا اخذت الجذر التربيعي للتسعه لانه هنا 2 عندنا في المقام صارت 3، وطبعا ترفع الاس كم؟ الاس 3، الاس 3، الاس 3،
وليس ايوه ممتاز، تصير 3 اس 3 ويطلع 3 اس 3 كم يساوي؟ 3 ضرب 3 9 وضرب كمان فيها 3 كم يطلع الناتج؟ ها ريهام كم يطلع الناتج؟ ممتاز 27. احسنتي شكرا لك، ممتازه ما شاء الله عليك، ممتازه ريهام يعطيك العافيه. طيب اذا زي ما قالت ريهام الخطوات كالتالي، هناخذ الداله المعادله اللوغاريتميه ونحولها الى المعادله الاسيه المرافقه لها، ثم بعد ذلك التسعه لاحظوا معي هناخذ جذر التربيع لها لان هنا 2، ثم نرفعها للناتج الاس 3 هي 3 اس 2 طبعا، لما نضرب الان هذه في المقدار يصير كم؟ 3 وترفعها تصير 3 اس 3 يطلع الناتج 27. اذا هذا هو الناتج. طيب ناخذ مثال اخر، نريد ان نحل هذه المعادله. هنا لاحظ معي هنا عباره عن معادله يعني لوغاريتم يساوي لوغاريتم. اللوغاريتم يساوي لوغاريتم، تمام؟ اذا في هذه الحاله نستخدم الخاصية التساوي، انه مباشرة نقول ان ما داخل لوغاريتم هنا يساوي داخل لوغاريتم هنا. بس لا ننسى نقطة مهمة جدا جدا، الشرط الأساسي اللي احنا اشترطناه سابقا على ما داخل لوغاريتم، تتذكرون ايش الشرط؟ يعني الآن المقدار اللي داخل لوغاريتم لازم يكون ايش؟ أحد يتذكر؟ اللي داخل لوغاريتم لازم يكون، ممتاز أحسنت يا أم أيمن، أكبر من صفر. ممتاز يعطيك العافية. طيب هذه نخليها للأخير. خلنا اول شيء نحل هذه المعادله. لاحظ الحين ناخذ الان متساوي الطرفين، اذا ناخذ ما داخل لوغاريتم يساوي ما داخل لوغاريتم، اذا اكس تربيع ناقص 3 يساوي 3 اكس. طبعا المعادله بالدرجه الثانيه، الدرجه الثانيه مجهول واحد، تصير عباره عن اكس تربيع تمام ناقص 3 اكس، لان اضفنا للطرفين سالب 3 اكس ناقص 4 يساوي صفر. انا لو جيت ابغى احل هذا النوع من المعادلات ما دام انها بهذا الشكل البسيط، إذا ايش بنسوي؟ بنحللها صح ولا لا؟ إذا نحللها نسوي لها كذا زي ما قصر. اكس تربيع عبارة عن كم في كم؟ عبارة عن اكس ضرب اكس صح؟ أبحث الآن عن عددين، حاصل ضربهما سالب 4 وحاصل جمعهما سالب 3. مين هذين العددين؟ إذا ضربتهم في بعض يطلع الناتج سالب 4، وإذا جمعتهم مع بعض يطلع الناتج سالب 3. إذا عرفت هذين العددين معناها أنا حللت المقدار هذا. ريهام تقترح ممتاز، سالب 1 ومين؟ وسالب 4. طيب اجمعي سالب 1 وسالب 4 كم يطلع الناتج؟ سالب 5. اضربي سالب 4 في سالب 1 كم يطلع الناتج؟ موجب 4. أي لا بس أنا أبغى حاصل الجمع سالب 3 وأبغى حاصل الضرب سالب 4. طيب صفري من جديد ريهام واعطينا اعداد جديده، عددين جديدين. فكره كالتالي، ابحث عن قواسم العدد 4. كم ما هي قواسم العدد 4؟ ممتاز احسنت ريهام، 4 سالب 1. قواسم العدد 4 هي 4 و1، طبعا 4 في 1، واما الاربعه تكون كم في كم؟ 2 في 2. ابدا الان اجرب. اول شيء 4 في 1. لاحظ معي الآن سالب، إيش يعني كلمة سالب؟ معناها أن الإشارة بين الأربعة وبين يعني إشارة الأربعة والواحد لازم تكون مختلفة، لما أضرب عددين بإشارتين مختلفتين يعطي الناتج سالب. إذا 100% واحد إشارته سالب والثاني إشارتها هتكون موجب. طيب خلينا نشوف الآن، إيش الاحتمال الأول؟ الاحتمال يكون 1 4 صح ولا لا؟ السالب 1 وكم؟ وموجب 4. اجمع السالب 1 وموجب 4، كم يطلع الناتج؟ موجب 3. أقارنه بالحد الأوسط، الحد الأوسط سالب 3، إذا ما تنفع، إذا معناها 1 و4 هذه نشيلها، إذا ممكن تكون سالب 4 و1 صح ولا لا؟ ونضرب الآن، سالب 4 في موجب 1، كم يطلع الناتج؟ يطلع الناتج بسالب 4، ممتاز، إذا حصلنا على الحد الأول اللي حاصل الضرب. خلينا نجمع الآن، سالب 4 والموجب 1، سالب 4 زائد الموجب 1 يطلع سالب 3، ممتاز، إذا حصلناها. إذا هذه هتكون سالب 4 وهنا كان عندنا موجب 1. إذا المقدار هذا إذا تحلل هيكون عبارة عن اكس ناقص 4 واكس زائد 1. عرفنا كيف التحليل تم؟ أحد عنده سؤال عن التحليل قبل ما أشيله؟ مباشرة بسرعة. أحد عنده سؤال عن التحليل؟ ريهام، عبد الله، رماز، أحمد، أيمن، أم أيمن.
إذا لا أحد عنده سؤال. جميل جدا. إذا نحل، حللنا، لاحظوا معنا، حللنا المقدار هذا، تمام، إلى x ناقص 4 و x زائد 4. إذا معنى الكلام هذا أن إما x ناقص 4 تساوي 0 أو x زائد 1 يساوي 0، ومنه يعطينا قيمتين لل x. إذا كانت ال x ناقص 4 يساوي 0 فال x تساوي 4، إذا كانت ال x زائد 1 يساوي 0 فال x كم تساوي؟ سالب 1. لاحظوا معي، لو كانت المعادلة من هنا بس بدون اللوغاريتم كان مباشرة قلت بمجموعة الحل كم تساوي؟ 4 وسالب 1. لكن ما دام الدعوة فيها لوغاريتم إذا أكون منتبه وحريص جدا. لماذا؟ لأن هناك اشتراطات على ما داخل اللوغاريتم، لابد أن داخل اللوغاريتم يكون عدد موجب. إذا لابد أجرب الأربعة الطرف الأيسر الطرف الأيمن وأتأكد، أيوه، وأتأكد إن لا يعطينا قيمة سالبة، وأجرب أيضا السالب واحد وأحطه في الطرف الأيسر الطرف الأيمن وأتأكد إنه ما يعطينا إيش قيمة سالبة. أي قيمة سالبة تأخذها داخل اللوغاريتم مباشرة إيش؟ أشطب على الحل اللي وجدته. خلينا نجرب، بسم الله. جربنا الأربعة، خلينا نتأكد من الأربعة. لاحظوا معي، أنا أبغى أتأكد من الأربعة تحقق المعادلة. فعوضت عن كل إكس موجودة هنا بكم؟ بأربعة. صارت أربعة تربيع ناقص أربعة يساوي ثلاثة في أربعة، صح ولا لا؟ وأربعة تربيع ناقص أربعة كم يطلع الناتج؟ 12، كويس، بالموجب، الحمد لله. وثلاثة ضرب أربعة كم يطلع الناتج؟ 12، اللهم لك الحمد، طلعت الموجب. إذا هذه يعتبر حل مقبول. جينا للاكس تساوي سالب واحد، لما عوضناه في الطرف الايسر طبعا اكس تربيع صارت سالب واحد تربيع ناقص اربعه، مربع سالب واحد موجب واحد، موجب واحد ناقص اربعه يطلع سالب ثلاثه. اوه مشكله، خلاص مباشره وجدت انه في سالب، اذا ايش؟ ايش نسوي الان؟ لاحظوا معاي، خلاص هذا الجزء شطب عليه نستثني. اذا الحل فقط مين هيكون؟ الاربعه. لماذا فقط الاربعه؟ الأربعة موجب، أم أعطتنا كميات موجبة. لماذا سالب أربعة مستثناة؟ لأن أعطتنا كميات سالبة. أيوه، انتبهوا نقطة، لا مو لأن الأربعة، معليش أعيد كلام مرة ثانية. ليس لأن الأربعة هي موجبة، وليس لأن السالب واحد هي سالب، لا، لأننا عندما عوضنا فيها داخل اللوغاريتم طلعتنا قيمة موجبة. لأن ممكن بعض الأحيان يكون العدد موجب لكن القيمة هنا تكون إيش؟ سالبة. من أيضا استثني برضو القيمة هنا، مو لأنها سالبة، لا، لأنها طلعت لنا قيمة سالبة، لأنها طلعت قيمة، ما دام طلعت قيمة سالبة، طبعا لو طلعت برضو صفر نفس الإشكالية، في هذه الحالة برضو إيش؟ استثنيها مباشرة. إذا الحل فقط هو مين؟ إكس يساوي 4. إذا مجموعة الحل هي فقط 4. ننتقل لمثال آخر، حل هذه المعادلة بنفس الأسلوب السابق، تمام، ما دام انها مساويه، اذا هذا يساوي هذا، صار عندنا الله يعافيكم معادله من درجه الثانيه بمجهول واحد. انا نقول نضيف السالب 2 للطرفين فتصير المعادله كم؟ اكس تربيع ناقص 2 اكس ناقص 15 يساوي صفر. كيف نحللها؟ انا ابحث عن عددين، حاصل ضربهم كم؟ سالب 15، وحاصل جمعهما كم؟ سالب 2. ليش؟ لان عندنا معامل الاكس ما دام انه واحد، اذا هذه الفكره البسيطه وهذه الجميله يعني. لنبحث عن عددين، حاصل ضربهم سالب 15، وحاصل جمعهم معامل الاكس اللي هو كم هنا؟ سالب 2. وجدنا انهم سالب 5 وموجب 3، وجربنا سالب 5 مضروبه في موجب 3 كم يطلع الناتج؟ سالب 15. واجمع السالب 5 مع الموجب 3 يطلع الناتج سالب 2. اذا ممتاز، هذه قيمتين جميله جدا. يا سلام. من هنا نقدر نقول ان عندنا احتمالين، اما الاكس تساوي 5 أو الإكس تساوي سالب 3. هل أقبل الإجابة الآن أو أنتظر بعد التحقق؟ الإجابة ننتظر بعد التحقق، لابد أن أتحقق. إذا نبدأ أول شيء نتحقق بالأولى. عوضنا عن الإكس بخمسة طلعت، طبعًا هنا لاحظ معي إكس تربيع يعني صارت 5 تربيع ناقص 15، 5 تربيع ناقص 15 يعني يصير 10، كويس موجب. وهنا يصير 2 اكس يعني 2 ضرب 5 يعني 10 برضه موجب، كويس. اذا هذه اوكي تمام. نيجي للثانيه، لاحظ معي مربع الاكس مربع الثلاثه سالب 3 اسف يصير 9، 9 ناقص 15 سالب 6، او سالب داخل لوغاريتم غير مقبول غير معرف. اذا هذه خلاص تروح. اذا فقط المقبوله هي مين؟ اكس يساوي 5. اذا مجموعه الحل
يمين العدد 5 فقط، لا لابد أن نتحقق في اللوغاريتمات، لابد أن نتحقق. لماذا لابد أن نتحقق؟ لأن عندنا شروط مهمة جدا على ما داخل اللوغاريتم، أنها إيش؟ لابد أن تكون أعداد موجبة، يعني أي عدد سالب أو صفر نستثني. طيب ناخذ مثال في قضية حل نوع من المعادلات. طبعا لاحظوا معي الآن بنستخدم خاصية اللي هي الضرب، الضرب في اللوغاريتمات. تتذكروا هذه كنا نسميها ايش؟ هذه العبارة المطولة، الصيغة المطولة. لابد أن أضعها بالصيغة المختصرة، هذه الخطوة الأولى. تمام؟ بعد ما أضعها بالصيغة المختصرة يصير عندنا مساواة بين الطرف الأيسر فيه لوغاريتم واحد وبين هنا عدد. أجيب ايش؟ أستخدم تعريف اللوغاريتم اللي هو العبارة الأسية المراهقة لها، ثم بعد ذلك نحلها. حليناها وخلصنا من حلها طلعت لنا قيم اكس، اوقف ولا لازم اتحقق؟ ايش رايكم ايمن؟ لابد من التحقق في هذه الحاله ايضا، لازم حتى اتاكد انه ما يكون عندنا هنا داخل لوغاريتم كميه سالبه. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا ما دام جمع داخل لوغاريتم، اذا خارج اللوغاريتم يعني برا، اذا جوة اللوغاريتم ايش هيكون عندنا؟ ضرب. اذا ستضرب الاكس في الاكس ناقص 9، اذا اكس ناقص 9 تضرب في الاكس. طيب سن الاساس كم عندنا؟ 6. اذا هذه الان العباره الاسيه المرافقه او المكافئه لها تكون عباره عن الاساس اس الناتج يعني 6 اس 2 يساوي ما داخل اللوغاريتم اللي هي اكس في اكس تربيع في اكس ناقص 9. طيب خلينا نضرب الان، اضرب الاكس في الاكس اكس تربيع، والاكس في سالب 9 سالب 9 اكس. الست تربيع كم يساوي؟ 36. طيب هي الطرف الايمن، اذا لابد ان نضيف لجميع الاطراف كم؟ سالب 36. اضفنا سالب 36 فصار الان الطرف الايسر اكس تربيع ناقص 9 اكس ناقص 36 يساوي طبعا صفر. صارت الان عباره عن ايش؟ لاحظوا معي، ابحث عن عددين حاصل ضربهما 36 سالب 36 وحاصل جمعهما كم؟ سالب 9. مين هذين العددين اللي يحققون هذا الشرط؟ ايش رايكم؟ عددين حاصل ضربهما سالب 36 وحاصل جمعهما سالب 9، من هما؟ 36 ممكن تكون كم ضرب كم؟ ممكن تكون 1 في 36 صح؟ ممكن تكون 2 في 18 صح؟ ممكن تكون 3 في 12، ممكن تكون 6 ضرب 6، ممكن تكون 4 في 9 برضو. هذه كلها احتمالات، كثير الاحتمالات. ممتاز أحمد يقترح سالب 12 مع مين يا أحمد؟ مع الثلاثة. خلنا نجرب ونشوف، اجمع السالب 12 والثلاثة يطلع الناتج سالب 9. ممتاز، اضرب السالب 12 في الثلاثة كم يطلع الناتج؟ سالب 36. أحسنت، إذا فعلا زي ما قال أحمد سالب 12 وموجب 3، إذا تحل إلى x ناقص 12 وx زائد 3. طيب صار عندنا مقدارين حاصل ضربهم يساوي صفر، إذا إما المقدار الأول يساوي صفر أو المقدار الثاني يساوي صفر. إذا إما x ناقص 12 يساوي صفر، هنا تعطينا x يساوي 12، أو x زائد 3 يساوي صفر، وهذا يعطينا x يساوي سالب 3. ليش استثنينا الثلاثة؟ ليش رفضنا الثلاثة؟ لأن عوضنا السالب 3 مباشرة هنا، لما عوض فيها بتصير هنا المقدار سالب، اذا خلاص هذه ما تنفع. اما ال 12 لو جينا عوضنا تطلع هذه 12، وهنا 12 ناقص 9، 12 ناقص 9 كم يساوي؟ 12 ناقص 9 يعني لو معي 12 ريال وفي واحد شال مني 9 ريال يبقى 3 ريال. ممتاز، يعني موجب. كويس، ما دام موجب اذا معناها هذه مقبوله. اذا الحل الوحيد هنا مين؟ اكس يساوي كم؟ 12. وهذا هو الحل. مثال نريد أن نحل هذه المعادلة، كيف نحلها؟ استخدم الطرف الأيمن في أي خاصية؟ خاصية الضرب. والطرف الأيسر نستخدم في أي خاصية؟ خاصية اللي هي القوة لوغاريتمات. يعني الآن لاحظوا معي الطرف الأيمن هيصير لوغاريتم الأساس 7، وتضرب الآن مين في مين؟ 3 في 27، إذا 27 تضرب في مين؟ في 3.
هنا تحول إلى طبعا ما دام إنه عدد مضروب خارج اللوغاريتم إذا يتحول إلى أس، يصير إكس أس كم؟ أس 2، وهنا الأساس نفسه 7. طيب الخطوة اللي بعدها هي عبارة عن مساواة. يلا فكروا فيها الآن، أعطوني الإجابة، هل هي A ولا B ولا C ولا D؟ يعني اللي يعرف الإجابة يكتب لي إياها مباشرة بالله. ريهام وعبد الله وريماز وأحمد وميمن، هل الإجابة A أو إنها B أو C أو D؟ وميمن تقول أعتقد إنه B. طيب خلينا نشوف إن شاء الله إنها B. أحد عنده اقتراح ثاني؟ على فكرة 3 في 27 كم يساوي؟ 3 في 27 كم يطلع الناتج؟ 81. ممتاز، 81 كويس. وعندنا في الطرف الأيسر في إكس تربيع صح؟ إذا الإكس تربيع كم تساوي؟ الإكس تربيع هذه هتساوي 81. طيب الإكس كم تطلع؟ إذا كانت الإكس تربيع تساوي 81 فالإكس كم؟ زائد ناقص الجذر التربيع 9. بس ليش اخترنا 9 الموجبة بس؟ زي ما قالت ميمن، لأننا إذا عوضنا عن 9 تنفع، لكن لو عوضنا عن سالب 9 هنا نحن في عندنا إكس داخل اللوغاريتم، إذا معناها إيش؟ يعطينا كمية سالبة، إذا هذا مستثنى. إذا الإجابة صحيحة فعلا زي ما قالت ميمن هي 9 وهي الإجابة B. شكرا لكم جميعا، شكرا لريهام، شكرا لعبد الله، شكرا يا ميمن، إجابة صحيحة ما شاء الله. طيب نيجي الآن نبغى نحل هذه المعادلة الآن بنفس الأسلوب السابق. لاحظوا معنا لوغاريتم 1 الأساس 7 زائد لوغاريتم X الأساس 7 يساوي لوغاريتم 3 الأساس 7. كيف نحلها؟ ممكن أستخدم شيئين، إما أستخدم يعني بعض القوانين البسيطة، يعني قبل ما نشوف كيف الحل يعني زي الموجود عندنا، ممكن أستخدم طريقتين. إيش رأيكم؟ إيش الطريقة الأولى؟ وبعدين نتكلم عن الطريقة الثانية. أبشر، خلونا نشوف إيش عندكم الطريقة الأولى. ضرب جميل، هتضرب أم أيمن الواحد في كم؟ في الإكس، صح ولا لا؟ هذه طريقة، جميل جدا. الطريقة الثانية، تذكرون أمس تكلمنا على شيء، قلنا أن اللوغاريتم A للأساس A كم يساوي؟ يساوي 1 صح؟ طيب شو رأيكم في لوغاريتم 1 للأساس A كم يساوي؟ لوغاريتم 1 لأي أساس مهما كان، أي أساس كم يطلع الناتج؟ ما هو الأس اللي أرفع له الـ A ويطلع الناتج 1؟ أحمد كويس 1 يعني، بس لاحظ معي لو رفعنا A أس 1 كم يطلع الناتج؟ A. أما زي ما قال عبد الله فعلا هي كم يساوي؟ 0، لأن A أس 0 كم يساوي؟ A أس 0 يطلع بواحد. هذه العبارة المكافئة، العبارة الأسية المكافئة دائما أيمن صفر صفر. طيب خلينا نشوف الله عافيكم اللي هو اللي بعد. طريقة حل هذه، الحل اللي استخدمناه ممكن يكون كالتالي، هذا جمع إذا تضرب الواحد في الإكس. طيب وصارت الآن عبارة عن مساواة بسيطة جدا، ما داخل لوغاريتم يساوي ما داخل لوغاريتم، إكس يساوي 3، إكس موجب إذا معناها إيش؟ الحل مقبول. الطريقة الثانية اللي ممكن أحلها، معليش أرجع بكل بساطة، لوغاريتم 1 للأساس 7 كم يساوي؟ مباشرة هذا كم يطلع؟ أنا لو جيت بحله صراحة بحله كذا، أقول هذا صفر خلاص، إذا هذا المقدار الـ x يساوي 3، إذا x تساوي 3 انتهى. كل واحد له حرية اختار الطريقة اللي تناسبه. نيجي الآن سؤال، نريد أن نحل هذا المعادلة، لوغاريتم الجذر الثالث الجذر التربيعي لـ3 للأساس 81 يساوي إكس. يلا مين يحل؟ مين يعطينا الإجابة هنا؟ A ولا B ولا C ولا D؟ A B C D. الفكرة أحمد يقول لي الفكرة بكل بساطة، الفكرة بكل بساطة هو التالي، حل يعني استخدم العبارة الأسية المكافئة بس، هذا السهل. فالآن إيش اللي صار؟ حول هذه إلى إيش؟
إلى العبارة الأسية المرافقة، صح ولا لا؟ صارت 81 أس إكس يساوي الجذر التربيعي لثلاثة، وجذر التربيع ثلاثة هو أس كام؟ أس نص. طيب ال 81 لو حللناها العوامل الأولية كم يساوي؟ خلينا نشوف عاد، أحمد يقول بي وريهام تقول بي، خلينا نشوف مين الصح، الإجابة الصحيحة. ال 81 إذا حللناها العوامل الأولية تصير ثلاثة أس كم؟ ثلاثة أس أربعة. تصير طبعا عن 3 أس 4 الكل أس إكس، إذا تصير 4 في إكس يصير 4 إكس، وهنا لاحظ الأساس 3 وهنا الأساس 3، إذا تساوت الأساسات فالأسس متساوية، إذا 4 إكس كم يساوي؟ يساوي نص. ما دام 4 إكس يساوي نص هنقسم طبعا على الطرفين على 4، هنقسم برضه النص على 4 يطلع الناتج كم؟ ثمن. والإجابة الصحيحة زي ما قالت ريهام اللي هو مين؟ الدي. في احد عنده سؤال عن هذا السؤال ولا واضح امشي؟ الفكره مره ثانيه بكل بساطه، حولنا العباره اللوغاريتميه الى العباره الاسيه المرافقه، ثم حلينا اللي هي معادله اسيه زي ما كنا نحلها من زمان. نيجي الان اللي بعده، حل هذه المعادله. الاشكاليه اللي عندنا هنا، هنا لاحظ معي، هنا ما في شيء يعني مضروب في اللوغاريتم، هنا في عدد مضروب في اللوغاريتم. يلا مين يعطينا بالله الناتج؟ هل هو A ولا B ولا C ولا D؟ أحمد يقول A. أنا عبد الله، رماز، أيمن، أيمن، ريهام. قد يكون أحمد إجابته صحيحة، وقد أم أيمن موافقة على الـ A، وقد يكون ما أدري، بس أنا بحط علامة على شيء محدد وعاد أنتم بكيفكم. اللي قال ثمانية شاف الثلاثة هذه، عبد الله يقول السي. أحد يبغى يغير عن الثمانية عن إيه؟ ماري بس تقول سي. طيب كويس، تفضل يا أحمد، إيش التغيير اللي تبغى تغيره؟ الإجابة إيش هتكون؟ إيه صح، إجابة أو زي ما قال أحمد سي يعني. فعلا الإجابة هي سي، بس كيف جت سي؟ هذا اللي هنشوفه الآن. أولا وقبل كل شيء، أنا ما أستطيع إني مباشرة أقول الإكس يساوي 8، لازم أول شيء أرفع الإكس لأس كم؟ 3، هذا واحد. إذا تصير إكس أس 3 داخل اللوغاريتم هنا 8. الأساسات متساوية، إذا ما داخل اللوغاريتم متساوية، إذا إكس تربيع تكعيب آسف يساوي 8. إذا إكس تكعيب يساوي 8. طيب خذ الجذر التكعيبي للطرفين، او ما هو العدد اللي يرفع الاس 3 ويطلع الناتج 8؟ هو الاثنين. اذا اكس تساوي 3، اذا الاجابه الصحيحه هي مين؟ هي السي. السي الاكس تساوي سي، سي 2. ركزوا، ايوه تمام، اذا هي 2. طيب ما الذي تعلمناه في هذا الدرس؟ تعلمنا في حل معادلات طبعا باستخدام تعريف اللوغاريتم، واستخدمنا فعلا اللي هي العبارة الأسية المكافئة لها، أيضا استخدمنا نوعين من أو بعض الخصائص اللي هي اللوغاريتمات، وهي خاصية المساواة، خاصية الضرب، وخاصية أيضا القوى في اللوغاريتمات في حل أيضا نوع من المعادلات اللوغاريتمية. بالدرس القادم إن شاء الله اللي بيكون تقريبا يعني على الساعة بإذن الله تعالى 8:45 دقيقة، سنتحدث عن متباينات اللي هي اللوغاريتمية. شكرا لكم، شكرا لحضوركم، ونلتقي بإذن الله تعالى في الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عنده سؤال أو استفسار فليتفضل.